فانا الحقيقه كل حاجه كانت وحشه النهارده، كل حاجه كانت وحشه النهارده في المباراه باستثناء وجود محمد الشناوي. وجود محمد الشناوي هو اللي ادانا امان شويه في مباراه اليوم، وانقذنا من نتيجه كان من الممكن ان تكون نتيجه كارثيه في بدايه المشوار. انا لو لا قدر الله كنت اتغلبت نتيجه كبيره، كانت بالنسبه لي هتبقى مشكله كبيره جدا جدا. شوفوا الشناوي كان كم فرصه محققه النهارده، افتكروا كده اللي يفتكر سير المباراه يعني. فالحقيقه كل حاجه كانت النهارده مش ماشيه مع بعض في هذه المباراه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف يوم السبت القادم شكل مختلف في كل حاجه، في التعليق وفي النقل وفي كل حاجه. يا رب نشوف يوم السبت القادم حاجه مختلفه، وفي اداء المنتخب طبعا قبل كل الحاجات دي، في اداء المنتخب. وبعدين